صلي وادعي ربك يرحمك ويتوب عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة دي العمارة اللي احنا قعدنا نبني فيها عن طريق الأركان اللي هي العمدان والسقف، عن طريق سنن الأبعاد اللي هي الحيطان والمحارة والبلاط، عن طريق الهيئات اللي هي بقى النجفة والمروحة، الحاجات اللي احنا بنزينها. فالإنسان لا يستطيع يعيش في مكان ما فيهوش سقف ولا 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 عمدان، لكن ممكن يستطيع لو في سقف وعمدان بالحركرك كده، لكن لو في حيطان تبقى الدنيا جميلة. لكن ممكن يعيش لو في حيطان وفي سقف، مش مشكلة النجفة، مش مشكلة المروحة. لكن احنا بعد ما بنينا بقى ونورنا وعمرنا، ممكن يجي ونش يخش يكسر البيت. ادي المبطل اهو، زي ايه؟ رجل متوضئ لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ادي طاهر اهو، ودخل الصلاة بالأركان وهو يصلي أخرج ريحا. إيه اللي حصل؟ السلام عليكم، السلام يا عم امشي، انت اصلا مالكش سلام. الصلاة ايه يا مولانا؟ ها بطلت خلاص. ايه المشكلة؟ عادي، البني آدم ما يصعبش على نفسه، ربنا رحيم يا سيدنا. واحد بيصلي أخرج ريح مفيش مشكلة خالص، يكمل الصلاة وتبقى صلاته بطلة ولا يعمل ايه؟ لا، الإسلام رحمة، يخرج يتوضا ويرجع تاني، المانع؟ يعني الامر سهل. طب انا امام مسجد، الله اكبر، وصليت الركعه الاولى وانا في الركعه الثانيه نقض الوضوء، اعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. تقوم واخد واحد من الصف الاول قول له كمل الصلاه. طب انا اعمل ايه هنا؟ روح اتوضا وتعالى. ايه اعمل ايه بقى؟ اتوضا واروح امشي الامام واكمل انا؟ لا، خش مأموم وكمل الصلاة. طب أنا بقى اتكسفت وأحرجت، رحت مكمل الصلاة. يوم القيامة كل المصلين اللي وراي على الصراط هيقولوا لي عاوزين الصلاة اللي انت بوظتها لنا. طب وليه؟ إذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأمومين. أنا صلاتي بطلت لأن أنا نقض وضوئي، هعمل إيه؟ ها؟ أنت مأموم مالكش دعوة. واحد يدخل يكمل الصلاة والموضوع سهل وبسيط. طب الإحراج، إحنا نحرج من ربنا ولا نحرج من الخلق؟ تحرج من ربنا إنك تبقى واقف قدام ربنا تبارك وتعالى والشروط مش منطبقة عليك، شكلها يعني تبقى عامل زي الحرامي اللي دخل بيت ما خبطش وقالوا له اتفضل. أنت لما تدخل البيت وتخبط ويقول لك اتفضل بتبقى داخل في أمان، لكن لو داخل حرامي من الشباك يعني العملية مش بتبقى مظبوطة شوية. فاللي داخل الصلاة من غير وضوء ده حرامي، داخل يسرق الصلاة. لا، احنا مالناش في الكلام ده. خلي بالك يا اخوانا ان الصلاة دي هي احب الاركان الى الله، والصلاة اهم العبادات، والطهارة ما هي الا مقدمة منها للصلاة. تعال بقى ايه الحاجات التي تبطل الصلاة، وامشي معايا بالراحة كده سنة سنة. قال المصنف: والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا. أحد عشر شيئا، 11 يا مولانا، التلاتة زي بعض تذكيرا والتلاتة زي بعض تأنيسا. 11 فتاة، يبقى الواحد بتاع 11 مؤنث والعشرة مؤنثة وكمان والتمييز مؤنث. طب لو مذكر يبقى أحد مذكر وعشرة مذكر وكمان والتمييز مذكر، أهو 11 إيه شيئا. الكلام العمد، ممكن أتكلم في الصلاة، أتكلم بقراءة قرآن وبذكر. الله أكبر، ما أنا بتكلم أهو. بسم الله الرحمن الرحيم الفتحة، ما أنا بتكلم أهو. لكن وانا عمالي اقرا القطه جد بسم الله الرحمن الرحيم. لا، بس دي كلام، بس مش بسمله، بس يعني قطه ايه؟ امشي انصرفي. الصعيد يقولوا على القطه ما يقولوش عليها قطه، يقولوا عليها بسه.
بس لين هم ولا بس يعني ها امشي، ما ينفعش هذا الكلام يا مولانا. طيب وانا بصلي راح حاجه حصلت كده، فرحت متكلم، خلي بالكم من بوتاجاز. بسم الله، ما ينفعش. يبقى حكم الكلام الخارجي عن كلام الصلاة يبطل الصلاة. أقله إيه؟ اللي يديني معنى مفيد. قد يكون حرف ري دي ره، يعني وريله. في يعني ايه ها عبي، ماخوذ من وفى. في القنديلة يعني وفيه حقه وعبيه جاز كويس. قي من ايه من ها من وقية وقى. يبقى لو قلت له عي ده حرف واحد لكن بيديني فعل امر، الفعل الامر الفعل بتاعه محذوف يعني اداني جملة. فلما اقول له قي يبقى ده جملة مفيدة، لما اقول له عي ده جملة مفيدة، لما اتكلم كلمة غير حاجة غصب عنه وهو بيصلي مثلا يعني جاي يسجد فراح جه دبوس في راسه راح قال دي اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع بس غصب عنه، مش مشكله رفع النمات الخطا والنسيان ومستكره عليه. اذن الكلام العمد ماله يا سيادنا ها يبطل الصلاه. هل على مذهبنا اذا اخطا الامام وقف للخمسه قلنا له سبحان الله مش فاهم؟ راح واحد من الناس المتطيبين قال له اجلس انت في الخامسه. راح الشيخ قاعد، الشيخ صلاته صحيحه لكن سيادته قال له اجلس الصلاه باطله، انه يقول له قوم صلاه سيادتك باطله. هنعمل له ايه؟ طيب القهقهه الضحك بدون صوت اسمه تبسم. التبسم في الصلاة مكروه، يعني بيضحك في الصلاة بس ما طلعش صوت، لكن طلع صوت اسمها ايه ها قهقهة. ايه اللي يحصل لما قهقه؟ بطلت صلاته لكن لم يبطل وضوءه. يعني في مذاهب القهقهة تبطل الصلاة والوضوء، لكن على مذهب مولانا الشافعي ان القهقهة وهي الضحك بصوت يبطل الصلاة ولا يبطل ايه ها، يبقى طلع بره وينوي الصلاة من جديد ويكبر ويخش في الصلاة عادي. طيب الكلام العمد، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده بخلاف الطواف، فالطواف صلاة عشان أنا بكون متطهر، لكن الطواف صلاة بكلام. لكن الصلاة أمام ربنا تبارك وتعالى سواء فرض أو سنة أو نذر أو ما إلى ذلك، صلاة جهرية أو سرية نهارية أو ليلية، أي كلام غير الصلاة يبطلها. طب وأنا بصلي بدعي ربنا يا رب ارزقني، ما ده كلام بس ده صلاة لأن الصلاة دعاء والدعاء ذكر. يا رب يعني نجحني، ده دعاء والدعاء يا مولانا ها ذكر والصلاة فيها ذكر. طيب يا أيها النبي جاهد الكفار، أنا قلت النبي راح له رأي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ينفع لأن الصلاة على رسول الله ذكر والصلاة محلائها ذكر، فهمتوها؟ لكن لا يتوسع في هذا الذكر، مش كل حاجة يعني الحمد لله رب العالمين نحمدك يا رب ونشكر فضلك مالك يوم الدين مناش غيرك يا رب إياك نعبد، أمال هنعبد مين؟ ده تقول له بقى روح اتوضى بقى، مش بتاعنا الصلاة، مش كده، مش خد وهات مع الإمام كده، مش تاخد وندي مع الراجل. القرآن لما يتقرأ إيه اللي يحصل ها؟ فاستمع اقعد اسمع يا مولانا. لكن ماشي حمد الله، قلنا أهو الحمد نوع من أنواع ليها الذكر، صلاة على رسول الله نوع من أنواع الذكر، وهكذا وهكذا. لكن لا يتوسع في هذا الكلام حتى نخرج عن روح الصلاة وهي ليها الخشوع، لا بالراحة. نعم، مش الصلاة مش الغرض منها الذكر اللي ربنا خصه، كلمة كلمتين يعني، وانا عمال اصلي عمالي بسبح ربنا الف مرة، ده مش موضع الصلاة. سبحان الله بغرض الذكر، لان الصلاة فيها ذكر،
لكن أنا داخل أصلي الله أكبر، الشيخ عمال يقرأ وأنا عمال أكبر 50 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مش موطن ده، موطنه أنك تتدبر في قراءة مين يا مولانا؟ الإمام. لكن الإمام جاب سيرة النبي فأنت صليت على النبي ماشي، لكن الصلاة من أولها إلى آخرها أنا عمال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة يا مولانا فيها فتحة، فيها صورة، فيها حاجات ربنا خصها، كل حاجة وليها إيه يا سيدنا ها لها حاجة، لكن لا يتوسع في هذا الكلام. صح. نعم. في الصلاة حدثت وأنا جاي طلب مني الدليل. طلب منك الدليل؟ طيب. القهقهة دي لما قهقه تلفظ بحروف ولا لا؟ حروف ولا مش حروف؟ طيب. القهقهة دي من أفعال الصلاة؟ من أقوال الصلاة؟ طيب. إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. رواه مين؟ مسلم ابن حجاج اللي مات سنة 261. مشغلش دماغك بهم يا مولانا، مش ناقصاهم. طيب. والعمل الكثير، خلي بالك ما قالش الكلام وسكت، قال الكلام العمد. الكلام العمد ده صفة، ماله يبطل الصلاة؟ ده الخبر هنا. والعمل الكثير، العمل الكثير المراد به الحركة، حركة ما عفو عنها، اثنين ما عفو عنه، الحركة التالتة في الركن الواحد تبطل الصلاة. يعني هو عمال بيصلي ايده متشمرة، طيب يا سيدي نعمل ايه؟ انت هنا بتصلي؟ سؤال، يعني انت بتصلي؟ انت واقف قدام ربنا؟ طيب مش عارف لابس طاقيه، عمال يعدل في الطاقيه، كل الكلام ده ضلال مبين. الصلاه مولانا انت ثابت قدام ربنا بحيث اللي وراك ده ضابط، اللي وراك اذا نظر اليك من الخلف يعلم انك فين؟ في الصلاه. الكلام ده للمضطر. يعني ايه المضطر؟ يعني بردان بتنزل حاجة من الأنف، راح جاب المنديل كده في جيبه مثلا، يعني لتحسين صورتك دي ضرورة. تسائب سنة، لأن الشيطان يتبول في فم المتسائب، يعمل ايه؟ وده اسكت، لا كده ايدك الشمال بالظهر كده، الشمال مش اليمين، يعني دي سنة تعملها في الصلاة كده. لكن انا طبعا رحت مطلع المنديل والمنديل فيه حواري، فرحت فتحت اول حارة لقيتها غير صالحة لاستخدام البني ادمين، رحت مطلع الحارة التانية ورحت مخبيه كده تاني ورحت عامله. ما ينفعش، يا ريت ده التليفون ده حلو قوي، تليفون رن ماشي، رحت داخل ايدي ودست على الزرار اللي بيقفل، دي ضرورة عشان ما بوظش صلاة المصلين. أحيانا تبقى في نغمة تخلي الإمام يرقص، يعني في نغمات صعبة تخلي الإمام تحركه. لا أنا رحت، لا بص بقى أمي عامل إيه بقى، أمي مطلع مين اللي بتصل بيه ده، طلع اللي بتصل بيه غير مهم بعد ما شافه راح طق. طب افرض طلع مهم، حبيبي أنا في الصلاة أخلص ورد عليك. ما ينفع يا اخوانا، انتوا واقفين قدام ربنا، انتوا واقفين قدام ربنا. الواحد لما بيروح الاسم عشان يعمل حاجة ومعاه موبايل بيقولوا له لو سمحت سيب الموبايل برا، انت داخل مصلحة حكومية جهة مهمة تخلص حاجتك وتمشي، انما سيادته داخل الصلاة بتاعت ربنا سايب النغمة بتاعته ونغمته نغمة رأس وكلام من ده، يعني برضو انت بتبوظ صلاة المصلين. انت حر في نفسك الله يهديك، لكن المصلين ما ذنبهمش حاجة، وفي بعضهم يشغل موسيقى اجنبي. لا احنا من باب الضرورة طلع قفلناه كده، من باب الايه الضرورة، لكن مش من باب الضرورة انك انت بقى تقعد تطلع وتشوف مين اللي اتصل. الضرورات تقدر بها بمقدارها، والضرورات لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها، لا يتوسع فيها يا مولانا ولا يقاس عليها. طيب والعمل الكثير، يبقى الحركة الواحدة
أو الحركة التانية ماشي في مش في الصلاة كلها في الركن الواحد، لكن ثلاث حركات في ركن واحد حكم الصلاة إيها صفر باطلة. طب أنا وأنا بصلي رحت متحرك يمين ماشي، تحرك شمال ماشي، لكن ما تتحركش أكتر من كده. طب أنا رحت متقدم رحت ماشي ثلاث أربع خطوات بطلت الصلاة، أنت ليك كم حركة؟ اثنين بس. انا عمال اظبط الصف على اليمين وعمال اظبط الصف على الشمال، راح اليمين يمشي شويه وما نجره. يا مولانا اشتغل بنفسك، انت واقف لوحدك قدام مين؟ ها ربنا. استحضر عظمه الله امامك، انت واقف بالظبط قدام ربنا. وريني بقى شطارتك يا اخي، انت لو واقف قدام الرئيس او قدام الوزير او قدام المدير او حاجه منصب كده من المناصب الحلوه، ما تبقاش داري بالدنيا، مركز مع الراجل، حاسس شايف الراجل كويس. توقف قدام رئيس الجمهورية، توقف قدام الوزير، حاجة كبيرة. انت واقف عند اللي احسن من دول كلهم، انت واقف قدام ربنا. فلما توقف قدام ربنا تخيل تماما انك واقف امام الاله. فلو الواحد استشعر انه واقف قدام الاله العظيم هيجيله الخشوع، فيبقى ساكن الحركة، متدبر في اللي بيقوله، بيفكر في الكلام اللي بيتكلمه. انت واقف قدام ربنا يا مولانا، مش واقف قدام حد تاني. فتقرأ بهدوء، تقرأ بتمعن، تفكر في الآيات، الشيطان مش هيجي يوسوس لك. والحدث لمس امرأة بدون حائل، بس متكون من الأجانب، أخرج ريحا، معلش تبول، نزل دم الحيض، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. فصاحب العذر اللي عنده سلس البول بيعمل إيه؟ أو انفلات الريح، بيستاحب البول، بيستنجى بعد دخول الوقت ويتحفظ، يحط حاجة كده علشان البول ما يجيش في هدومه، ويتوضى ويروح يصلي. طب وهو بيصلي البول بينزل، ينزل ويصلي به فرد واحد وما شاء من إليها من السنة. لكن راجل سليم الحمد لله، ما فيش أمراض، معلش مع شدة البرد راح خرج بول ولو نقطة، ايه الحكم؟ ما خرج من السبيلين ينقض ليها الوضوء. عادي يا مولانا، يخرج من الصلاة وينظف نفسه ويتطهر ويتوضأ ويرجع يعمل ايها؟ يصلي ويعيد الصلاة من اولها، ما فيش مشكلة خالص ولا حرج. طيب الشيخ، نعم، كيفية الخروج من الصلاة يعني أن نسلم ولا هو برا الصلاة يا مولانا؟ يعني بمجرد ما حدث الحدث هو صار ايه يا مولانا؟ برا الصلاة، مش محتاج بقى يستأذن. طيب السجادة تنقض الوضوء، انت ايه رأيك؟ رأيك تنقض ليه؟ هو كل حاجة مكروه ينقض الوضوء؟ يعني لو واحد كل طوم يبقى برضو صلاته مكروهة؟ يا مولانا صلى على النبي، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء زوال العقل. فلو اللي هيشرب سجارة هيسكر يبقى تنقض الوضوء. فهمتها ولا فهمتهاش؟ العبرة مش سجارة أو سجارتين، العبرة عندي في نواقض الوضوء زوال ليها العقل. فلو واحد شرب، لو واحد كل ملبسة وعقله زال يبقى وضوء نقض، مش الملبسة اللي نقضت الوضوء، زوال ليها العقل. طيب احنا زيادنا كده، الكلام العمد والعمل الكثير والحدث، ونقف ان شاء الله عند حدوث النجاسة، ونكمل ان شاء الله في مرة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.